السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. حديثنا اليوم عن العناد. مرحلة ديال العناد هي واحد المرحلة كيمر منها الطفل في النمو ديالو، كتمتد من سنتين إلى 4 سنوات ولا قبل سنتين، يعني قبلها بشهور. في هذه المرحلة هذه الطفل كتبدأ كتكون الشخصية ديالو، لأن قبل كيكون ما عندوش الأنا، الأنا ديالو هي الأم ديالو، ولكن ملي كيقرب لسنتين كتبدا تكون الشخصيه ديال الطفل، وبالتالي فكيبغي يثبت الوجود ديالو، كيبغي الاستقلاليه ديالو عن الاخرين، وبالتالي فكيبدا مرحله العناد. اذا في المرحله ديال العناد ان ولدك يقول لك لا، تقولي ليه دير شي حاجه الا هك هذه الا البس هذه الا، فهذا الشيء ما خصوش يقلقك لانه امر طبيعي جدا وضروري باش الطفل ديالك تكون عنده شخصيه متوازنه. اما اذا تقلقنا تعصبنا ما بغيناش كيفاش ولدي يقول لي لا، كيفاش تجرأ يقول لي لا، لا بالعكس، فخصكم تفرحوا لان هذا العناد هذا هو مرحله مهمه واساسيه في بناء الشخصيه ديال الطفل ديالكم. وبلا اننا نتعصبوا على ذاك الطفل ونغوتوا عليه ولا نقولوا ليه شي الفاظ اللي هي ما مزياناش ولا نعايروه، فخصنا نتقبلوا هذاك العناد لانه امر طبيعي جدا. يقول الدكتور مصطفى ابو الساد الاستشاري النفسي والتربوي عن العناد: العناد ليس صفة إيجابية، بل هي أعظم صفة إيجابية الله عز وجل من بها على الإنسان. ممتاز. العناد ليس فقط صفة إيجابية، إنما هو الأساس التي تبنى عليه شخصية الإنسان الإيجابي الناضج القوي. إذا وجدتم طفلا وصل 3-4 سنوات وغير عنيد، تعني هناك خلل ينبغي أن ترون استشاري. أن الفطرة البشرية حتى العناد لا يسمى عناد، سلوك في سنتين يسمى مرحلة. العناد هو مرحلة نمو وليس سلوك. لماذا نسميها احنا في علم نفس النمو مرحلة؟ بمعنى انها مرحلة لا بد ان يمر بها الولد، ضرورية لصقل وتكوين واعداد وتأهيل شخصية الانسان. اذا فالعناد هو مرحلة ايجابية كتساهم ان الاطفال ديالنا تكون عندهم شخصية قوية، شخصية سليمة. الطفل ديالنا الا ما كانش عنيد فهذا الشيء كيتعتبر امر سلبي. علاش؟ لان الطفل ديالنا الا كان خاضع اي حاجه قلتي ليه يقول لك واخا دير هذه، واخا ما ديرش هذه، واخا، مستقبلا غتكون عنده واحد الشخصيه اللي هي خاضعه. مثلا غيجي عنده واحد صديق ديالو هاك جرب تدخن، واخا ما عندوش مشكل لان ما عندوش مهاره ديال اتخاذ القرار الصحيح. اما اذا كان الطفل ديالي عنيد فكما قال لي انا لا، فهو غادي يقول لواحد اخر لا، فهو غادي تكون عنده واحد المهاره ديال بناء القرار، على مهاره ديال التفكير والنضج. هذا الامر هذا ما غاديش نديرو، هي ما غاديش نديرو. فضروري جدا اننا ما نضغطوش على الطفل، ما نصرخوش عليه، ما نغوتوش عليه في هذه المرحله هذه، وانما نتعامل معاه بذكاء. ملي نكون كنتعامل مع الطفل ديالي ندير في بالي انه ما يمكنش يستجب للاوامر ديالي 100%. فالدراسات كتقول انه إذا كانت عنده عام ونص العامين فكيستجيب 50% فقط ديال الأوامر، وخا تقول لي تتعيا غادي يستجيب لك 50%، يعني بعض الأوامر يستجيب لها بعض الأوامر غادي يقول لك إلا. إذا وصل العامين فهو كيستجيب 60% ديال الأوامر. إذا وصل 3 سنوات فغادي يستجيب فقط 70%. يعني ملي يبدا داك الطفل كيكبر ندير في بالي أنه كل ما كبر في السن غادي يبدا يستجيب للاوامر، يعني ما نضغطش عليه من الاول وما يكونش التوقعات ديالي كبيره. كيفاش نتعامل مع الطفل اذا قال لي لا؟ اذا قال لي لا نحاول ببساطه انني نغير الموضوع، ما نركزش على هذيك النقطه اللي قال لي فيها لا. مثلا بغيت نعطيه اياكم قال لي لا، ما نبزش عليه، ما نضربوش، لا خاصك تاكل، هو تيقول لا وتيبكي وتيغوت، وكل ما تصاعد هذاك الجو السلبي كل ما كيأثر على داك الطفل. فبالعكس اشنو غادي ندير؟ صافي نبدل الموضوع، حط ليه ما بغاش ياكل دابا واحد شويه ونعاود ثاني نقول ليه هاك تاكل. وبالتالي فبهذه الطريقه هذه ما كنركزوش على ان الطفل قال لي لا ونبقاو شادين معاه، وانما كنتجاوزو وكنبدل الموضوع، كنعطوه شي لعبه، كنقول ليه اجي ندير واحد الحاجه باش ما يبقاش التركيز ديالنا بجوج على هذاك اللفظ ديال لا.
إذا فكنتمنى أنني كن فتكم في الموضوع ديال العناد، وفي الفيديوهات القادمة إن شاء الله غنطرقوا الأنواع ديال العناد، إمتى العناد كيولي مشكل، إمتى العناد كيولي واحد السلوك اللي هو سيء، ما هي حدود العناد، إمتى كيستالي فترة العناد، وكيفاش نتعامل مع الطفل اللي ولا عنده العناد سلوك مرضي. إذا فنتلقاو فيديوهات قادمة إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.